سلام، اليوم جبت لكم هاد لي شوسون اللي مخدومين في آلة البانيني، الشكل توب والمذاق ما نزيدكمش. خدمت معاهم تانيك هاد الشكل لابات دي 10 مينوت، عجينة 10 دقائق باش تعرفوا باللي نخدمو بها اللي يجي في بالنا. ورافقت معاهم الحريرة التلمسانية اللي راني ديجا حطتها في القناة. لابات نحتاجو فيها كاس تاع لافارين، هاد الكاس يرفد 300 مليلتر. المهم ترفدوا الكاس اللي تشربوا فيه، ملعقة كبيرة تاع السكر وملعقة كبيرة خميرة الخبز، نخلطوهم النواشف ونزيدو معاهم كاس نفس الكاس من الحليب الدافي ونخلطو بالفوي حتى لنتحصلو على قوام متجانس. نغطيوهم ونخليوهم يخمروا 10 دقائق. لافارس تاع اليوم انا استعملت فيها لي زيبيناغ، السبانخ، تكونوا غاسلينهم غاية الغاية في اون باسين فيها الماء بزاف، وتقطعوهم تنحيو هذوك الجذور بيان سور وتقطعوهم صغار عشوائيا. نحطهم ديريكتومون في مقلاة ولا اون كوكوت ونقطع كمية كبيرة تاع الثوم، 6 حبات 7، نقطعهم غير بالخدمية. انا تعجبني البنة تاع الثوم كيكون مقطع وماشي مربي. زدت ملعقة زبدة وملعقة زيت زيتون ونقليهم 5 دقائق ولا ميم با، القوام تاعهم يطيح. نزيد معاهم 200 غرام تاع الكفتة، كفتة تاع اللحم ولا تاع الدجاج اللي يكون عندكم، لي زيبيس، ملح، فلفل كحل والزنجبيل، ونحطهم على النار حتى اللي طيب هذيك الكفتة بهذا الشكل. نزيد معاهم حلميات مليليتر تاع لاكريم ليكيد ولا لاكريم فخاش، النوع اللي يكون عندكم، ونخليهم يبردوا. نولي للاباط تكون طلعت شوية، نزيد معها 3 ملاعق كبار تاع زيت الزيتون ونصف ملعقة تاع الملح، ونخلطهم حتى اللي يدخل فيها زيت الزيتون، ونولي نزيد في لافارين تدخل لكم حتى لثلاثة كيسان. انا هنا راني نزيد غير بالملعقة. وما تنساوش الخميرة كيميائية لا لوفور شيميك، نزيد على حساب نص باكي 5 غرامات، ونبدي نخلطها او فيغ ميزور حتى لي نكتفي بالكمية تاع لافارين ونتحصل على اون بات تكون بهذا الشكل، ماشي كولونت وماشي يابسة بزاف. شوفوا انا هنا عاودت رديتها للريسيبيون وخليتها غير بلا ما لافارس بردت لي، بوسكو كانت عادة سخونة ولو كان نحطها في العجين يتقطع. داكوغ، دونك زدت خليتها على حساب 15 دقيقة، ما هي نورمالمون ديريكتومون تبدي وتخدموها عليها. سميت بعجينة 10 دقائق ومن بكري معروفة وتخي غيسي، ناجحة في كامل الحالات. تستعملوها في لي بريوش، في لي شوسون، في البيتزا، في ليسونسيال اللي مازال ما سياتها تعزم عليها وساهلة تانيك. الو هنا كما شفتو قصصتهم اون بوتيت بول، جبت الغولو وحليتهم وراني نفخسي فيهم، حطيت الفخوماج من تحت وعاود الكفته وعاود الفخوماج باش هذيك لاباط تلصق كي طيب، فهمتوا؟ هذا هو الدور تاع الفخوماج. نبلعها على شكل كموسه ونزيرها غايه الغايه باش ما تخرجليش، ومن بعد نفوت عليها غير ابان بالغولو. رشيت لها الوجه بشويه تاع الزيت وحطيتها مقلوبه، ونعاود نرش لتحت بالزيت ونبلع عليها آلة البانيني لمدة 7 دقائق. لا دوزيام فورم واللي هي معروفة نوريها لكم خفيف ظريف، نحلها على شكل اوفال. فخوماج هذا هو اللي استعملت، موتزاريلا غابي سبيسيال بيتزا. الوغ نزيد عليها الفخوماج ونسيي نبلعها بالشكل قارب اللي معروف، هذه فطائر تركية. نفوت عليها الحليب ولا صفار البيض في هذوك الجوايه اللي يطلعوا، ونبارسومي شويه تاع بذور الشيا ولا جلجلان ولا اللي يكون عندكم، ونطيبهم في الفوغ نص ساعه على 180 درجه. نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو تاع اليوم واللي فيها وصفتين في 4 دقائق.